مساء الخير عليكم الغاشي تاع اليوتيوب. هذه فيديو صغيرة على الدخلة في الإطار تاع الهدة. على بالكم احنا عندنا في الجزائر هذيك العقلية تاع يقول لك روح عند فلان يقضي لك، مثلا هو بوليسي يقضي لك، واحد يخدم في الضايغة يقضي لك، واحد عساس يقضي لك. انا شدي فوا عساس يقضي، لاخاطرش علاش هذاك العساس يسربي القهوة يقطع السجور وكلشي وعنده الدخلات تماك تهضر معاه هو يدير لك خير. والجزائريين تلمو زعما عندنا البيروقراطية كيما نقولو حنا، حتى ولاو في كل حاجة عندهم ديك العفسة تاع يقضي لك، معناتها غيبوا لك في باسبور يقضي لك، ولدك فحتوه من الليسي يقضي لك، غيبوها لك في دوسيي تاع ما تحصيش يقضي لك. سما بقاتنا العقلية، كاين اللي يقضي بالدراهم وكاين اللي يقضي زعما كجاه غير بالعرف هكا تروح عنده يقضي لك. من يروحوا للخارج، من يروحوا للخارج بزاف العرب مساكين يحسبوا بلي في الخارج تمشى ثاني كيما هكا، راكم فاهمين. هيا خاصة اليوم باين نوريكم واحد لاختيك تاع الجورنال فرنسا، لهلا حضرك فرنسا فهمتوا. هادي كانت ايلو كيما نقولوا حنا، كانت ايلو عندكم لي زيلو كاينين بزاف في فرنسا. طاش علاه فرنسا صراحه تقريبا كيما الجزائر بيروقراطيه وبزاف تاع لي زيلو، هذا امير هذا كونسي جينيرال هذا على بالك يدو عندك كارطه تاع ايلو بصح ما يقضيش على بالك، ما يقضيش ما يجمش يقضي لك هذاك، ميم لو هو يلعبها يقدر. هذه شدارت، هذه ولات تقول لي ما عندهمش كواط مع فرنسا، عطوني 4000 يورو 4000 يورو عطوها لي وانا ندير لكم كواط. وهي غير تكذب لاخاطرش كي يجي في افير تو كواط في فرنسا مير ما يقدرلكش، ديبوتي ما يقدرلكش، راك فاهم، قلعها من راسك مستحيل، شيف تاع حزب ولا واحد كادر في حزب ولا ما يقدرلكش. اللي يقدرلك تاع لحقته هذاك واعر يجي يقدرلك مينيستر، ومشي غير اي مينيستر، وكان مينيستر دو لانتيريور زعما هذاك الى وصلت المينيستر لانتيريور هذا كاع غايه، ولي يقضي لك بريزيدون تاع الدوله رئيس تاع الدوله. هذا ما كان هذوك الاخرين اللي يقول لك نجيب لك كواغط وكلشي غير يكذبوا عليك. علاه؟ في فرنسا كاين نقول ملايين، كاين بزاف تاع الناس ما عندهمش كواغط، سما اللي خدموا في يدوا القرار باش يسينيو لي دوسيي تاع كواغط عندهم ضغط كبير عليهم، الناس ضل محاوقتهم. سما هذوك اللي يسنيو دوك كواط باش يعطوك كواط للانسان قلال ماشي معروفين، وعامه ما تلحقهمش ما تنجمش تتصل بهم. قلت لكم كاين زوج، كاين مينيستر، كاين بريزيدون، وكاين بريفي كيما نقولوا حنايا. بريفي هو ليكيفالون تاع الوالي في فرنسا. بصح هاد لي زيل الجايحين هاد تبعهم بزاف عنا لي زالجيريان مساكين يروحوا فرنسا بقى حاصلين في مير ولا حاصلين في البهديله على بالكم تاع الجياحه كيما هكا ولا كونسي جينيرال ولا علاه، على خاطر هو صايبينها كوميونيست ولا صايبينها دو غوش ولا يبغي لي زيترونجي. ولا يبغي لي زيترونجي، يبغي لي زيترونجي علاه؟ صا باش يبدل لهم الدراهم كيما هذه بدات لهم دراهم شي مسيكان وصبابيط وكلشي، ولا يبغي لي زيترونجي باش يبغي يخدمهم باطل ياك حرت عليهم. و لي زيكزامبل امثله كيما هكا بزاف، راكم فاهمين. سما يق فريمون تخمم، ما تخليش غير واحد يوعدك بحاجه تروح ترخي روحك انت تانيك تويتت لك في دراهمك. و كونساي نعطيكم هذا كونساي، تبغي سوا تامنني في هذا الكونساي تامنني شو تسمع هالفيديو وتقول نامنه وصاي ودير به، تبغي ما تامنش جرب روحك وشوف شو يصير. عمرك في حياتك اياك ما تكون في الخارج بلاك واد وتقول للناس اللي مدورين بك اللي ما عندكش كواط، على بالك يبيعوك في السوق، على بالك تحي هم يبيعوا فيك. اي راك في جماعه بلاش الهضره على كواط، سوا بدل الهضره سوا قال سي بون عندي كواط، يسقسوك ولا قال مانيش باين نهضر نخلي البير بخطه، بصح ما تقول لهمش ولا تخليهم يتوقعوا بلي ما عندكش كواط، لاخاطش الرحمة تاعك غادي يقلعوها عليك. على بالك كاين اللي يدير لك الشونطاج، كاين اللي يعطيني دراهم ولا نبيعك، كاين اللي
يسلف عليك دراهم ولا يسلف عليك صوالحهم، بعد النهار اللي يجي الوقت باش يردهم لك تليفونيا لملك بلاك بلاك واط. كاين اللي وكاين اللي وكاين اللي، كاين اللي يخدمك وما يخلصكش، كاين اللي يجريسيك، كاين اللي يتعدى عليك، كاين عارف بلي انت خايف ما تجمش تروح للحكمه، فهم كيف نقول حنا. سما سي اون جونغل، العالم اللي انا فيه سي اون جونغل، سي غابه كيما نقولوا حنايا. واللي يكون فابل ياكلوه، يجوه لك من يطيح من يطيح الاخر، المعنى كان يقولها انا استعبكري ونسيتها، شوف اقل ما بقاش. شنو نقول لكم؟ كي تكون بوزيسيون تاع فيبلس تاع ضعف، الناس يجوا من كل جهه ويبغوا يكرازوك، حتى مي ما تكونش بوزيسيون تاع ضعف يبغوا يكرازوك. سما الا انت سهلت عليهم الامر ورحت قلت لهم ها الجماعه ها العاقين راني بلاك وات، انت ما يطفروها فيك، ما يبيتوها فيك، راك فاهم. اذاك بلاك وات ما تقول تحد اللي تقول له، لا تعرف انسان واحد ولا زوج عندك ثقه فيهم وعندهم علاه خصهم يعرفوا، ماشي لا خاطر تثق في واحد تقول له، ماشي غير تثق تلخي روحك طاش علاه، باش واحد يحشيها لك، يا تكون تايق فيها على بالك. الثقه هي الشرط مهم في الحشوه، عمري ما جات حشوه وما كانتش كاينه ثقه من قبل، راك فاهم. تسمى الثقه هي ما تنجمش دير كونفيونس في الثقه، اللي قلك تقول الانسان اولا تكون تايق فيه، وثانيا هذه مهمه، هذه المهمه اللي الاخر واحهم بزاف، اللي قد تكون عندك حجه باش تقول له علاه راك باغي تقول له. يا هل ترى اللي غادي تقول له، الفات اللي غادي تقول له وغادي يعرف، غادي يتغير كاش حاجه، غادي بالك نجم يعاونك ولا نجم عنده علاه اللي يعرف. بصح اللي ما عندوش علاه اللي يعرف، هذا صاحبك وراك محبه وراك غايه ودير فيه كونفيونس، بصح ما عندوش علاه هاد لافورماسيون تقولها له، ما تقولها لهش، يجي مغلطه بلا داك هو ناس ملاح وغلطه ولا فيه بليه ولا ما تحسيش يشارك في امه يخرج قط من الشكاره، فاهم. هذه هي اللي بغيت نقولها لكم، بصح برك هنا ديك العقليه تاع راني ندور مع ايلو كومونيست وراني ندور مع منا وراني لما شوفونكم حياه على لي زيلو كومونيست، والله نقول بصح لو كان جيت ندير لي فيديو بالتعبير تاع بكري تقعد على الدنيا مخلطه دوك، جا ونسى مي يسمعوا الدراري تسمع، قلت يا باك راه مبلوكي يا باك، راه نحس عين بلوكي ما نعطيش نعبر على اللي بنقولها. بصح لو كان جيت بالهضره تاع بكري نحكي لكم على لي زيلو كومونيست، فاهم، نقولها لك نكبرها لك دروك الهضره، فاهم. تما خصني نخلي غني بير بخطه بركه ما تدور مع لي زيلو كومونيست، هذا ما كان صح خاوتي. هذه هي الفيديو كملت هنايا، غادي ندير لكم فيديوهات اخرين راهم جايين على التاريخ وعلى الرناقه، بس راني نقرا نحوس نعرف هذا ما كان نقرا ونسيب حاجه مليحه نقراها لكم نتقاسمها معكم، ولا على بالكم حنايا نقول لكم المشكله تاعنا باش تفهموا مليح القصد تاعي. سي كو كي تكتب فرنسا ولا المان ولا ما تحسش اي بلاد التاريخ تاعهم وصح اللي صراو هذه 1400 سنه عندهم في التاريخ تاعهم ما عندهمش اهميه كبيره اليوم، ما مأثرينش على العصر تاعهم اليوم باي صفات نجم تقدرها، فاهم. ما اي قصه صارت هذه 1400 سنه عند الناس عند لي زالمون مثلا مع لي اونغوا ولا عند لي روس، كو صارت بصفه ولا صارت بصفه اخرى ولا ما صارتش كاع ولا ما عندهاش اهميه في الوقت اللي انا في العصر اللي انا عايشين فيه. بصح عندنا حنايا عند العرب كيما نسموهم حنايا الصوالح اللي صراو هذه 1400 سنه عندهم اهميه عندهم اهميه بزاف الملفات ما تبلعوش، بزاف الملفات ما تبلعوش هذه 1400 سنه ومحلولين. سما كاع هاد الميزيريا والحروب والارهاب والعالات الاجتماعيه اللي معنا وكل شيء سيب المنبع تاعهم راه جاي هادي شحال على هادي تقرا دقيقه بدقيقه، كل دقيقه اللي تقراها باش تعرف تسرع باش تفهم العلاقه، هي علاقه واضحه كي تقراها تعرفها بلي راه هنايا راكم فاهمين. كيما مثلا نعطيكم مثال على بالكم تفرجتوا الرساله، فهمت الرساله، فهمت الرساله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده اخوه، ياك عنده اخوه
خوه من الرضاعة، خوه مات في معركة، واش تصرا؟ جات واحد المرأة سموها هند، راحت كلاته، فاهم؟ كلات الكبدة تاعها، تفرجتو 1400 عام من بعد، هادي عام ولا عامين، خرج فيديو في سوريا، واحدين كتلو جندي سوري، واش دارو؟ كلاو الكبدة تاعها، ما معندها، راهم تشوفو بلي جرائم داروا هذه 1400 سنة وما زال يتعاودوا، وهم تعاودوا قاع الدهر، ما يتعاودوا، ما حبسوش عمرهم ما حبسوا. سما لو كان تشوف غير هذا تشوف هذا الكريم هذا، تشوف هذا الجريمة اللي صرات، تشوفها غير اليوم وتقطعها من الأصل تاعها، ما تفهمهاش، ولو كان ما تفهمهاش غادي يبان لك من على عام من على عامين تعاود تشوفها تاني وتعاود تقول لي ما فهمتهاش. خلينا نقولوا الأصل ونطلع ونعاود نجو هكا، كاع الصور اللي رانا نشوفوهم مدورين بينا عندهم معنى، ويدخلوا يدخلوا بروحهم، كيما كيما مين تكون تبني فيه بازل وتصيب البياسه تاع البازل تدخل هذيك، مين تحطها تلقاها تطيح روحها، فاهم؟ كيما هكا لا خشونيه لا والو، ماشي بالمارط ندخلوها ولا مخطو بيكا ولا غير تحطها تعود الراحه. والله يا جماعه ما نزيدكمش اكثر من هكا اليوم، تهلاو في روحكم هيا وصاي، وليله سعيده، ونتشاو في نهار اخر، نوطوها ديرها مكتبه. سلام.